السلام عليكم، تحية طيبة لكل الإخوة المتابعين الكرام أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم كل خير. معكم مصري فلوق مرة أخرى، يحييكم موضوع جديد وموضوع مهم للغاية. ما تبخلوش علينا باللايكات الإخوان اللي دخلنا هذا الفيديو، يعطينا اللايك. راه القناة هذه كتعرض أكبر حملة ديال السينيال من طرف الأعداء والخوانة. موضوع زلزال تركيا، فزلزال ديال تركيا، العديد من القنوات والعديد من وسائل التواصل الاجتماعي، القنوات الإذاعية كذلك، يتحدثون عن أنه هناك فرضية أن يكون هذا الزلزال مفتعل. أشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن هي من قامت بافتعال هذا الزلزال، وأنه من أحد الأسلحة الحديثة التي تتوفر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. فكما غادي نطرقوا العديد من المواضيع، نمشيو نشوفوا شهادة واحد الأخت مغربية نجت من الزلزال في تركيا بأعجوبة، وهي تروي تفاصيل ذلك وما هو السبب اللي أدى العديد من القتلى، الرقم الكبير ديال القتلى في هذا الزلزال هذا. فتبعوا معنا الفيديو من أول للآخر، وما تبخلوش علينا باللايك ديالكم، ويلا هو الاخوان تبعوا الفيديو. الله يسلمك. داك النهار شنو وقع لكم بالضبط خويا؟ داك النهار انا كنت عند صاحبتي ناعسين، ما علينا ما بينا، مع 3:30 4:00 ديال الليل، حاشا كان انا تغير الحمام، دخلت للكوزينه شربت كاس تاع الماء وجايه لبلاصتي. اون فوا خرجت من باب الكوزينه كنسمع الكوزينه هبطت، بش داكشي هبط، كنقول لها شاتي الدري جمعتنا وضا، قالت لي اختي الزنزال هذا، الزنزال هذا، الزنزال هذا. ما عرفناش اخويا باش تبلينا، كنقول لها ورقيه ورقيه، يعرفوني والدي انا منين انا فين. صافي دخلت لجاي نجري من داخل البيت نعاس باش ناخذ الساكي دايره في الباليزه ديالي، لقيت الساك انا الساكي دايره في ورقيه خاشيه في الباليزه. دخلت شنو وقع اختي؟ كمل خويا. ملي دخلت البيت نعس، لقيت الماريو طاح على السرير، طاح عليه، بقيت كندفع تجريت الباليزه، خرجت الساكي رجعت نجري للبيت الباب باش نحلو الباب ما لقيناش فيه الساروت. ملي تزنزلت الدار الباب طار، ما لقيتش الساروت. صافي من هنا كتغوت، وعدكو 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 الدري صاحبتي حتى هي كتغوت، وعدكونا وعدكونا، الدار اللي متكي عليه بدات كتشق وكتميل، كتشق وكتميل، ويضرب الدري برجليا وضربت انا برجليا، وهي تولي حفره، ولات حفره سبحان الله، ولات حفره. هذيك الحفره هي اللي خرجنا منها، هي اللي خرجنا منها انا وصاحبتي، خرجنا منها كنتلفت. هادشي وقع بالضبط معاش؟ هادشي اخويا وقع مع 4:30 ديال الصباح، كلشي ناعس، كاين اللي ناعس غاب تريكو سروال، كاين اللي ناعس عريان، كلشي كيفاش خرج. صافي حنا ملي خرجنا كنقلب على الدروج ما بقاوش، ولاو زليقه بحال هكا. صافي انا يا ساكنه في السيزيان، ساكنه في السيزيام، ما لقيناش الدروج ما بقاوش، بقينا غاديين كن الدروج ما بقاوش، ما بقاوش الدروج، كتبان لك الحيط منا كيتشق، والحيط منا كيتشق، وانا الوسط، بقيت كندرب ندرب 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 من السيزيام حتى لبرا. خرجت وقفت قلت ان لا اله الا الله وركعت سجده لله، وقفنا تمينا غادي تنجري، وحنا تنجري وتنشوفوا الدار كدير كيطيح، وكتبان كدير باق، والدخان ماشي الدخان، الغبابر، الغبره 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 الغبره، الدنيا ولات كلها بيضه، ما كتشوفش اللي حداك. انا كنت لابسه بيجامه بيضه سروال بيض، خرجت كحله، وجهي ما كتعرفوش واش انا ولا ماشي انا. صافي بقينا برا كتصب علينا، حتى تلفتنا بحال هكا، وحنا نلقاو واحد الناس كيمشيو، كاينه واحد القهوه كبيره وفيها لاطيراس كبير تاع الحديد. صافي في على طراس تاع الحديد، حنا مشيت تما، وصلنا لديك الباب ديال القهوه، هي بحال القهوه. سخفت، طحت للدريه شويه معايا، شويه شاده في راسها، ديجا عايشه تما، كمولفه كي قالت لي مولفه، حنا كنحسوا بالزلزال ولكن ماشي بهالدرجه. يعني ديك النهار ما كنتوش كتوقعوا؟ ما كناش ديما، هذيك البلاصه اللي كنت فيها انطاكيا ديما كتجي هزه ارضيه، كدز كتوقف، ديما الناس كيقولوا عادي عادي. هو قبل شهر ضرب هزه، كنا جالسين، انا جالسين فوق الفوتوي، الارض جات وجات. انا قلت لها اختي اش هذا الشيء؟ قالت لي لا عادي، هذا غير زلزال، راه ديما كتكون هذه الهزه ارضيه فيه. حتى لهذاك النهار صافي سخبت، صاحبتي كتفيقني كتقول لي نوضي اختي، ما عندك على من تكاي، نوضي جمعي النوضه اللي فك نوضي، الا بغيتي تشوفي والديك صبري نوضي. صافي هذيك اخويا بقينا تما يومين، وحنا جالسين حدا واحد الشانطي، يومين وانتم حدا الشانطي، يومين وحنا جالسين تما حدا الشانطي، شي واحد مازال لا، حنا والسوريين واتراك
واتراك كلشي. بغينا نعيطوا لوالدينا قطعوا علينا النت، بغينا نعيطوا لصحاباتنا قطعوا علينا النت. ما كاينش يومين من الحد انا مدويت مع دارنا حتى الثلاث تدنات مع 12 ونص عاد عيطوا لي والدي عاد عرفتني ماما انا حيه. نعيطوا صاحبتي عيطوا نهايه لي كنت وحده كتقول لك واش الاخرى ماتت واش الاخرى ماتت واش الاخرى ماتت. تطلقوا علينا الثلاث طلقوا علينا النت عاد عرفنا شكون مات شكون بقى. اختي صحابات كلهم ماتوا. صحاباتي ماتوا، ماتت وحده سميتها سعاد الله يرحمها عندها ثلاثه البنيات، عندها لاميس وعندها نور البنية الصغيرة نسيت على سميتها نور، وحدة سميتها سميتها فوزية، عندها جوج وليدات، عندها مامات علي، وعندها إيراي، وعندها إيراي، عندها إيراي، ماتوا، ماتوا وحدة سيدة كنسمع بها تما سميتها فاطمة ماتت، ماتت واحد الدرية تاهي هي وبنتها، ماتت الدرية هي وولدها. واش مازال ما تعرفوش؟ مات راجل هاد السيده تا هو، راجل تا هو مشى يقلب على تا هو، تا هو مات. كلهم مغاربه الان هاد الدريه هادي باقا مردومه الان، هادي اللي هي وليداتها جوج باقا مردومه الان ما جبدوش. سميتها اختي؟ سميتها فوزيه شي حاجه. فين كتسكن؟ كتسكن في الجديده. في الجديده مازال ما جبدوهاش لحد الان. مازال ما جبدوهاش. واش هي حيه ولا ميته؟ لا كيولاو كيجبدوا غير الحي اللي ميتين صافي كيخليهم. صافي خاصك تمشي تغوت. حنا جالسين، حنا جالسين وكنسمعوا الله الله، كنسمعوهم كنسمعوهم كيغوتوا تحت تحت الارض. البوكلا ما جات حتى الغد لي في الليل، حتى الغد لي البوكلا ما الفرق ديال الانقاذ ما جاو حتى الغد لي في الليل. كلشي اللي عنده شي عائلته اللي ربي نجا كيحفر على والدي. انا جيت طلعوا سوريا عاد سنين شدوها جابوها عندنا حطوها في هذيك القهوه، حطوها عايشين بداك دايرين العواد، بلا عواد بلا 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 عافيه ما تقدش تبرك، ما تقدش تبرك بالبرد. الموت ديال البرد، الموت ديال درجه صفر، الموت ديال البرد ما تجلسش. فكما سمعتوا الاخوان ديالنا شهاده ديال الاخت ورحم الله الشهداء، هذا قضاء الله وقدره كما سمعنا في الفيديو. السبب الرئيسي ديال العدد ديال القتلى الكبير وهو ان الناس ديال هذا الخط في وقع الزلزال يعني متعودين على هزات زلزاليه تمر تقريبا كل 3 أشهر او 4 أشهر، يعني تمر هزات خفيفه متعودين عليها، بمعنى انهم اللي جا هذا الزلزال هاد الناس هادو ما كانوش كيتوقعوا بان الزلزال غادي يكون زلزال مدمر، فتريتوا شيئا ما ريتما تمر الهزه وتعود الامور كما كانت، الا ان الهزه استمرت وبقت غاديه في الارتفاع الى ان بدات المباني بالسقوط مما رفع حصيله القتلى والجرحى، وكان الزلزال صراحه مدمر. وكذلك غادي نردوا على بعض الناس اللي كيتكلموا على ان الزلزال عنده علاقه بعلامه الساعه، هذا طبعا وهذه اشاره مهمه خصنا نتحدثوا عليها في هذا الموضوع هذا. فكما يقول العديد من العلماء والذي جاء في الحديث ان من علامات الساعه الكبرى ان يكون هناك زلزال في المشرق وزلزال في المغرب، هاد الزلازل غادي تكون يعني مدمره. وكذلك غادي نجيو نقولوا بان اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه كما كيدعي البعض بان هي اللي عندها هذا السلاح ديال الزلزال كما كيقولوا، فغادي نقولوا هي تركيا هي كذلك السبب في موجة الثلوج والصقيع التي اصابت الولايات المتحده الامريكيه وكندا والاعاصير كذلك. البشر له قدره محدوده في انه ان يتحكم في المناخ وان يتحكم في المسائل الجيولوجيه كالزلزال والامطار والعواصف الرعديه والثلوج كذلك. اذا كان الانسان كيتحكم في هذا الشيء هذا كله فاذا استغفر الله العظيم لا مجال لان يكون هناك اله لهذا الكون. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم حتى اذا ظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا فجعلنا عاليها سافلها، اي يعني ستقوم القيامه. هنا نحن وصلنا في هذه المرحله الى ان يعتقد البعض بان البشر قادرون على اسقاط الامطار وقادرون على تغيير المناخ وقادرون على انبات الارض، وكل هذا يعني لكثره يعني التخمينات والفلسفه عششوا في العقول العديد من الناس. والانسان يجب ان ياخذ الامور بواحد المنطق من الاحاديث اللي كيقولوها العلماء والاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك غنطرقوا هنا للقضيه ديال الباحث الهولندي اللي قال بانه تنبأ الزلزال 3 أيام قبل حدوثه،
وشرح فيه العديد من التفاصيل بأن تركيا تحركت 3 أمتار متقدمة في اتجاه البحر. يعني تركيا دخلت في البحر 3 ديال الأمتار. وغادي نخلي لكم هنا بعض الصور التي تثبت ذلك، وكذلك الخبراء ديال الجيولوجيا تكلموا عن هذا الأمر بأن طبقة القشرة الأرضية ما بين تركيا وسوريا وقع فيها حد شق كبير، لأنه أعنف زلزال في تاريخ تركيا. وكذلك علماء جيولوجيا آخرون يقولون بأن هناك بسبب الاحتكاك ديال هذه الطبقات ديال الأرض كتخزن واحد طاقة كبيرة في الصخور المتواجدة في الطبقات السفلى. الطاقة هذه ملي كتوصل للذروة ديالها كتنفجر تلك الصخور وتحدث خللا تحت الأرض مما يحدث زلازل. هنا كنحاول نكونوا عطيناكم بعض النقاط اللي هي مهمة، وردينا على بعض الأقاويل اللي كتقول بأن أمريكا هي من وراء هذا الزلزال. إذا كانت أمريكا عندها هذا السلاح هذا فهي لا تحتاج إلى صواريخ نووية ولا شيء من هذا القبيل، إلا أنه أن تزلزل كل دولة تعارض توجهها في غضون ساعات. إذا الإخواني ما تثقوش بالخرافات بزاف، ما تثقوش بالناس اللي عندهم ذاك التفكير العميق الأكثر من المعتاد الدين الإسلامي الحنيف والقرآن الكريم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وقادر على زلزلة الأرض وكذلك يعني رفع المطر وإنزال المطر والعواصف وكل شيء من هذا القبيل. إذا كنتمنى من رحمة الله عز وجل تلطف بنا والله يبعد عنا كل شر وبلية. إذا تحية الإخوان ديالنا أينما كنتم، وأسعد الله وقتكم بكل خير. كان معكم منصور فلوغ، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.